اهلا اهلا دلكت كيكرز. يا ترى في حد معايا؟ اهلا بيكو، مساء الخير او صباح الخير ايا كنتوا فين. هستنى دقيقة او اتنين على ما الناس توصل. المفروض النهاردة ان شاء الله هنشتغل على الليلة كتير. اوكي، هنشوف ازاي ممكن نعملها بعجينة السكر. اهلا اهلا، يومكم سعيد، صباح الخير او مساء الخير حسب بتشوفوني منين. هستنى دقيقة او اتنين بس الناس تتجمع علشان نقدر نشتغل. هو بس للأسف أنا مش هقدر أشوف الكومنتس بتاعتكو. بعد ما نخلص اللايف إن شاء الله هجاوب على التساؤلات على قد ما أقدر. أهلا بالناس اللي بتدخل، دي أول مرة أطلع لايف على اليوتيوب، فياريت لو عندكم أي ملاحظات يعني قولولي، ولو في أي أخطاء اعذروني، يعني أنا بجرب لسه. أوكي طيب، يلا نبدأ نشتغل وبعدين الناس على ما تصحى بقى وتعمل الشاي يحصلوا. اوكي يلا. طيب النهارده هنشتغل على زهرة اسمها الليلك او ليلك، هي اسمها ليلك بالانجليزي او بالعربي وات ايفر. الوردة دي سهلة، مش محتاجة كاترز، بتتعمل فري هاند، هنشتغلها بايدينا على طول. كل اللي هنحتاجه مقص، اوكي مقص سن رفيع طبعا من قدام زي مقصات الضوافر والحاجات دي، وبول تول او اداة الكورة. لو محتاجين تتعرفوا على يعني البول تول هتلاقوا فيديو على القناة بيشرح يعني ايه بول تول باشكالها وانواعها. اوكي، وهنستخدم طبعا واير او سلك علشان نركبه في الوردات بتاعتنا، وهنستخدم عجينة السكر اللي هنشتغل عليها. بالنسبة للواير انا بحب دايما احطه في مغناطيس هنا كده عشان ما يتوهش مني. بقصقصه طوله حوالي من 7 ل 8 سنتي تقريبا، يعني مش اكتر من كده، لان الاطوال الكتير دي هتخلي الساق بتاع الزهرة بتاعتنا تخين قوي لما نيجي نجمعهم مع بعض. احنا هنخليهم قصيرين ما يعدوش 7 8 سنتي. اوكي طيب، الواير اللي استخدمته جيج كام؟ ده تقريبا 24 جيج، او جيج 24 سوري، او مقاس 24. لو عايزين تستخدموا ارفع من كده يبقى كويس، اعملوا في حسابكم ان انتوا هتستخدموا كميه مهوله من الواير، لانه عشان نعمل الزهره الكامله بنبقى محتاجين واير كتير، وهي الزهره الكامله عباره عن باقه كامله كبيره مثلثه او مدوره شويه بس مليانه ورود كتير من دي، يعني هي ورده كبيره مليانه ورود صغيره كتير من ده. تمام، خلينا نشوف هنشتغل ازاي. الالوان هنا ملونه بلون رولكم ماجنتا على فيولا، وحاطه معاهم شويه اكوا مارين عشان او ازرق او رويال بلو وات ايفر هتسموه ايه، عشان اعمل البنفسجي شويه ده. اوكي بعتذر عن صوت البوليس لانه بيلف عشان الحظر. يا رب تكون كلكم بخير وقاعدين في البيوت، يا ريت ما حدش يخرج. صباح النور، ايه ده شفت كومنتس، صباح النور بس مش لاحقه بقى. شكرا شكرا. يلا نبدأ نشتغل. اوكي هنا انا خلطت الالوان وكلهم عبارة عن درجتين ما فيش غيرهم، اللي هما الماجنتا مع لا تلاتة صح 3 درجات، الماجنتا ومعاهم شوية اكوا مارين عشان يبقوا على بنفسجي كده، ومعاهم شوية فيولا عشان يبقى اللون قوي وصارخ شوية نيون يعني. اوكي طيب، هي هم 3 درجات، 3 منهم عبارة عن ماجنتا بس، 1 2 3، التلاتة دول ماجنتا بس مفيش ازرق خالص ولا اكوامارين. اوكي التلاتة دول فيهم شوية اكوامارين او ازرق عشان يبقى لونهم على بنفسجي. اوكي طيب نبدأ الشغل. بسم الله، اول ما هنبدأ الشغل احنا متعودين على القناة هتلاقوا في فيديوز انا ذاكراها، او اتلونت اخضر كنت بشتغل بالورق الاخضر. الفيديوز الموجوده على القناه انا ذاكره ان احنا قبل ما نبدا الشغل لازم
هنطري وننعم العجينه بتاعتنا او نعمل لها كونديشننج. حسيت انها شويه بتلزق في ايدي والجو حر لان ايدينا دافيه، فممكن نستخدم شويه نشا او شويه شورتنينج. ده راجع للظروف البيئيه عندكم وحراره ايديكم، ملهاش قواعد. بالنسبه لي انا ايديا دافيه، لما بستخدم النشا احيانا بينفع احيانا لا، بس انا يعني حاليا بحب استخدم الشورتنينج او الدهن النباتي او كريسكو او تريكس حسب انتوا عايشين كويس عشان العجينه ما تمسكش فيها. وهنا دي كانت بيضه ومحطوط عليها شويه ماجنتا، لا اكتر ولا اقل. بس يلا بقى نشتغل. طيب عشان نعمل الزهره، الزهره ليها كذا مرحله، يا اما هتبقى زهره مفتوحه زي دي او نص مفتوحه او برعم مقفول. عايزين برعم مقفول. ده فين؟ او برعم مقفول زي ده. اوكي، يا اما هم مراحل تلاته اهو، يا اما برعم مقفول، يا اما زهره نص مفتوحه، يا اما زهره مفتوحه خالص. اوكي، فكل اللي هنعمله هنعمل الاشكال بتوعنا او المراحل بتاعتنا التلاته. فانا هقطع العجينه بتاعتي على ثلاث مقاسات. اول مقاس للبرعم المقفول ده تقريبا نص سنتي تقريبا، يعني الكوره دي قطرها تقريبا نص سنتي اهي، هي اكبر شويه من النص. لو عايزين تصغروها مفيش مشكله. اوكي، وبعدين هقطع كوره كمان اكبر منها شويه صغننين للورده الصغيره، ممكن اكبرها شويه كمان. انا عموما بشتغل اغلب الشغل بشتغله فري هاند وما بقعدش اقيس بقى بالسنتي وكده، بس لو انتم مبتدئين يستحسن ان انتم تشتغلوا على طول بالمسطره لغايه ما ايديكم تتعود على المقاسات دي. عشان الزهره الكامله تقريبا سنتي الا ربع، ممكن تكبروا عن كده توصل لسنتي، بس هتبقى الورده ضخمه شويه. اوكي تمام، ادي ثلاث مقاسات بتوعنا اللي هنشتغل عليهم. وزي ما احنا عارفين انه لازم احافظ على العجينه بتاعتي جوه علبه او جوه كوبايه، تحت الكوبايه. انا احيانا بستخدم الكوبايه، احط العجينه واقلب الكوبايه عليها كده علشان احافظ عليها انها ما تنشفش. السكر بينشف بسرعه جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هستخدم واير ومعاه جلو او صمغ غذائي او ميه او وات ايفر هتعملوا ايه. انا بالنسبه لي حاسه ان العجينه هنا اوريدي طريه، مش محتاجه غيرها او صمغ او بياض بيض او وات ايفر. اوكي، انا هنا بستخدم الواير ده. انا حاليا بما اننا في الحظر ومفيش نزول او مش عايزه اجيب دليفري، فانا مستخدمه. انا كان عندي الواير ده بتاع تربيط، بتاع الناس اللي بتشتغل نحت وبتعمل تماثيل وحاجات كده بتوع فنون جميله وتربيه فنيه. ده اسمه واير تربيط، بيربط الكراكاز عشان يعملوا البيس بتاع اي منحوته. فانا مستخدمه الواير ده. ده تقريبا بيسموه سلك 1 ملي، بس انا اعتقد هو اقل من كده سيكه. هحط بقى سن الواير هنا في الجلو بتاعي. انا حاطه هنا جلو. اوكي، طرف الواير بحطه في الجلو و هحط حرف العجينه هنا. هنعمل حركه اسمها تويدلينج. في المرحله دي لازم تبقى ايدينا مش ملزقه في العجينه. لو حاسين ان هي هتلزق مننا لازم هنستخدم شويه شورتنينج كده. اوكي، على ايدينا هنحط شويه شورتنينج بس مش كتير عشان ما يزحلقش مني العجينه. لو حسيت انه زاد مني ممكن امسحه بمنديل، مفيش مشاكل. اوكي طيب، هنعمل حركه اسمها تويدلينج اهي، تويدل، وبسحب العجينه لتحت. انا ببرم الواير مع العجينه الاثنين، مش ببرم العجينه بس. اوكي، عشان في ناس كنت شايفاهم ماسكين الواير وعمالين يبرموا في العجينه فهتخرج منك تاني. انا ببرم البيست مع الواير الاثنين مع بعض. اوكي، وبالمقص اللطيف بتاعنا نتاكد ان المقص نظيف، وممكن نحط عليه شويه شورتنينج كمان. انا ايديا فيها شورتنينج اوريدي، ف خلاص كده اتاكدت انه عليه شورتنينج عشان ما يلزقش في العجينه واحنا بنقص. هقسم الدايره بتاعتي دي لاربعه. اوكي، ادي واحد اتنين
تلاتة واربعة. اوكي ادي السنتر بتاع الزهرة بتاعي، هقفلهم تاني على بعض كده بالراحة اهو عشان تكون البرعم المغلق الصغير. اعتقد شكلها واضح، شايفين كويس ولا ايه؟ تمام تمام اوكي. ده كده البرعم مقفول. هنجيب فل، انا بستخدم ستايروفوم عادي ومغلق فيها بكلين فيلم عشان ما يهريش عليا الفرافير بتاعه الفوم. اوكي وهغرزها واسيبها تنشف. احنا بنسيب الجام بيست من 8 ل 12 ساعه عشان ينشف تماما، خصوصا مع الحاجات اللي ليها كتل ما هيش رفيعه. هنعمل بقى الشكل التاني بتاع الزهره المقفوله او الزهره الصغننه. طلعي هكور العجينه في ايدي كويس، هحضر الواير. لو عايزين تعملوا هوك في طرف الواير مفيش مشكله عشان ما تزحلقش من العجينه، بس خلوا بالكم ان عجينه السكر مع الواير ده بتزحلق بسهوله قوي قوي وبتخرج منها بسرعه، فيستحسن نعمل هوك علشان تمسك في العجينه كويس. الهوك ده يعني خطاف. همسك البلاير بتاعتي دي، بلاير او مساكه معادن فيها جزء هنا بيقص وفيها جزء بيقفل الهوك، ومن الطرف هنا بنتني بيه. مسكت السلك بتاعي وتنيت. اوكي شايفين تمام؟ ياريت لو في حد حاضر معايا قولوا لي في اي كومنت انه تمام الصوت والصورة كويسين. اوكي وبالسن اللي هنا ده هنقفل على الهوك اهو، ضغطته لغاية ما تقفل خالص. تمام بقى كلوز هوك علشان انا مش عايزاه ضخم، لو بقى ضخم هيخلي حجم الوردة كبير، انا مش عايزاه ضخم انا عايزاه صغير زي كده. تمام تمام همسك العجينة بتاعتي. انا كده حضرت الواير خلاص. المفروض طبعا مع الشوجر بيست او الجام بيست هنستخدم زي ما قلنا بيبر كفرد واير علشان الواير ده بيتزحلق، بس انا حبيت اطلع معاكم اللايف فاستخدمت اي حاجة موجودة عندي في البيت عشان بس اوريكم الفكرة. همسك الكرة بتاعتي دي هضغط عليها من تحت من جنب واحد بس. تمام فبقت عامله زي دمعه العين، فيها كوره من قدام وليها ديل. اوكي هنجيب المقص وهقصها برضو اربعه، واحد هفتحها شويه عشان اعرف ادخل المقص هنا، اتنين تلاته اربعه. اوكي وهفرقهم بعيد عن بعض كده، وبصباعي هنيم الطرف المدبب قوي ده لان الورده دي مدوره كلها دورانات. هنجيب البول تول بتاعتنا، طبعا مقاس مناسب لمقاس الزهره، هحطها في النص وبقفل البول تول على سوري بقفل الزهره على البول تول بتاعتي، بس ما بقفلهاش قوي. اوكي تمام وبالراحة بالراحة هنمسكهم بقى ورقة ورقة على صباعي وممكن على فوم باد، بس أنا هشتغل من غير أدوات احترافية قوي عشان أي حد في البيت يقدر يشتغل من غير أدوات وردي. يعني البول تول دي ممكن تلاقوها بسهولة قوي في مجموعة النحت والتشكيل بتاعة السكر للناس اللي بتشتغل فوندنت كيكس، هتلاقوا بول تول بس هتبقى بلاستيك مش معدن متاحة. الأدوات دي أسعارها مش غالية خالص وتقدروا تأدوا بيها الغرض. تمام على الورقة هضغط وهلف لبره عشان نعملها شويه ستريتشنج واشيل منها البول تول. حسيت ان البول تول بتاعتي بتلزق هنحط لها شويه شورتنينج عادي خالص مفيش مشاكل، اهو فرفوره شورتنينج. اتاكد ان هي على البول تول كلها وعلى صباعي كمان اللي بشتغل عليه. تاني اكرر نفس الخطوه تاني، بضغط الف لفوق وارجع تاني، كمان اضغط الف لفوق وبرجع تاني. تمام ادي الاربع ورقات بتوع الزهره بتاعتنا. انا مش عارفه الزوم فين الحقيقه،
ضايع ليه؟ هو ايه اللي just wants؟ تقريبا انا عملت حاجة والله شغال يا جماعة. اعتقد اللايف لسه شغال. اوكي طب ممكن اي حد يكتب لي كومنت ان اللايف شغال بليز، عشان انا دوست على حاجة انا مش عارفة ايه هي. هلو هلو، بليز حد يكتب كومنت. طيب عموما ده شكل الزهرة، شكرا شغال، شكرا. سي ده شكل الزهرة بتاعتي. هنحط على طرف الواير جزء جلو، سواء بياض بيض او ادبل جلو او وات ايفر، وفي نص الزهرة كده عشان ما يبقاش في الخلفية، في نص الزهرة بدخل الواير بتاعي. شكرا يا جماعة شغال، شفت الكومنتات ياي، وسحبت. بصوا انا دخلت بالواير فين، من نص الزهرة هنا وماشي مع الجزء اللي فيه استطالة من تحت من هنا، تمام؟ ما طلعتش لا يمين ولا شمال، انا ماشيه في نص الزهره بالظبط، تمام. دخلت قائم وحسحب حسحب 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 لغايه ما اوصل للهوك او الخطاف اللي عملناه ده، خلاص قرب يختفي. ببتدي اعمل بنشنج او بقرص. بصوا بقرص العجينه ازاي، بقرص عليها كده عشان نقفل على الخطاف اللي احنا عملناه، تمام. وبعمل تاني تويدلينج زي ما كنا عملنا في البرعم الصغنن. اوكي المفروض ان دي زهرة صغننة او نص مفتحة، فاحنا هنقفل الاربع ورقات بتوعها كده. اهتم ان العجينة بتاعتي من الجناب ومن تحت تبقى مفيهاش اي شقوق، نظيفة، لان الحتة دي ممكن تبان، الى جانب انه الجام بيست لو في اي شق بعد ما بينشف الشق ده بيوسع وهتلاقيه كسر وساب الواير. فنظافة الشغل بجد بتفرق، وان انتي تعملي كونديشننج للعجينة او تجهزيها وتنعميها بتفرق جامد في الشغل. بس لما هنعمها طبعا مش هنوصل لدرجة انها بتسيح وبتقع مني، لو سخنتيها زيادة تبقى اوفر ميكست. لو هي اوفر ميكست هتسيبيها ربع ساعة على الاقل تستريح لغاية ما تخرج الحرارة اللي دخلت من ايديكي والشغل اللي اشتغلته، ونرجع نشتغل بيها تاني. لو هي اندر ميكست هتلاقيها فيها شقوق ومشرخة مشرخة، بمجرد ما بتنشف بترجع تتفتت تاني من بعضها. احنا عايزين نشغل السكر لغاية ما يمسك في بعضه ويتماسك، مش لغاية ما يسيح ولا لغاية ما يبقى مفرول او مفتت من بعضه. اوكي هسيب الزهره بتاعتي في الفل تنشف. نعمل الشكل الاخير للزهره او اكبر مقاس. ادي اكبر كوره عندنا، هنعملها بنفس الطريقه اللي عملت بيها الزهره المقفوله. هضغط على الكوره من جنب واحد عشان تعمل شكل دمعه العين، او هيبقى ليها ديل كده، كوره بديل، تمام. هنجيب المقص اهو، ادي واحد ودي هقسمها اتنين اهي، والنص التاني هقسمه اتنين، فبقت الزهرة بتاعتي اربع اجزاء. بطرف صباعي من فوق بضغط على حرف البتلة علشان تاخد دوران، ما تبقاش مدببة، عشان الزهرة دي في منها أنواع وفصائل بتبقى مدببة وفي منها أنواع مدورة. أنا هشتغل على الفصيلة المدورة عشان يبقى كلهم شكل بعض. في منهم على فكرة بتبقى خمس ورقات، وفي منهم بتبقى صفين أو دورين ورا بعض، تمام. طيب هنحط البول طول على الورقة، برفع لفوق برجع اسحب تاني لتحت، في النص هضغط لفوق عشان نعمل لها ستريتش، وهخليها تاخد دوران بان انا برجع اسحب البولتو اللي تحت تاني، بضغط في النص ستريتش والف تاني، بضغط في النص اهو الف. لو حسيت ان في ورقات لسه تخينه شويه ممكن نرجع نعيد عليهم تاني عشان يبقوا الورقه تبقى رقيقه، تبقى اشكال بوزة قوي. بس من العلامات الفاصلة في الزهرة دي انها واخدة كيرف كده، فما نضيعوش بليز، نفضل نعملها ستريتشنج لغاية ما الكيرف ده يضيع، تمام. نجيب بقى الواير بتاعنا، سوري،
معلش بقى، انا قدامي كراكيب كتير عشان انا بشتغل، وحاجات الورد كتير، ادوات الورد كتير، بس انا حبيت اطلع معاكم بزهرة ممكن اي حد يعملها في بيته. اوكي، قفلت الخطاف بتاعي، حطيت شوية كان جلو وفي نص الزهرة، وهدخل بصوا هطلع من النص هنا، بلفها كده عشان احس الواير ماشي فين، ببرومها اهو. تمام، انا كده اتأكدت خلاص ان الواير طلع من النص. بشد، احيانا العجينة تقطع مني من تحت، هنلطفها عادي مفيش مشكلة، اهي بتبقى ماسكة في سن الواير من هنا. هشد 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 للآخر، وبعدين نقرص عليها عشان نقفل، وهنعمل تويدلينج واتأكد انه الساق هنا نظيف مفهوش اي شقوق اي علامات، وهسيب الزهرة دي ورقها مفتوح كده. تمام، فبقى عندي هنا، استنوا عشان تبقى في التصوير، ادي المراحل الثلاثة بتوع الزهرة. اوكي، دي لو حسيت ان هي كل شوية العجينة بتريح وترجع تفتح ممكن اقفلها تاني كده. اوكي، فبقى عندي المراحل الثلاثة بتوع الزهرة، البرعم عامل مقفول خالص، الزهرة الصغيرة والزهرة الكبيرة. زي ما اتفقنا في منهم فصائل بتبقى عبارة عن زهرتين فوق بعض، واحدة 5 ورقات والتانية 4 ويركبوا على بعض. انا عاملة الفصيلة اللي هي 4 ورقات السريعة وشكرا. تمام، ادي شكلها من الجنب ومن فوق. هنعمل بقى كمية وعدد لا بأس به من ال4 ألوان او 3 ألوان، انتم ممكن تكتفوا ب3 ألوان، انا الحقيقة عاملة 6 ألوان او 6 درجات عشان اقدر امكس بينهم ويبقى شكلهم طبيعي اكتر. يا ريت قبل ما نشتغل او نبدأ في شغل اي حاجة نبص على الزهرة الطبيعية على جوجل، دوروا على الصور بتاعت الزهرة. ادي الورق بتاعها، تقريبا في ست جنبنا فاضية هنا ان ربنا يديها الصحة، بتنفض عندها قوة. اوكي، دول ال3 ألوان اللي انا اشتغلت بيهم، سوري ال6 ألوان، حاطة كل اللونين مع بعض في الكوباية، بعد ما بخلص انا بجمعهم وان شاء الله احطهم في الكوباية، لان هما لو سبتهم هيجروا في الشقة كلها. اوكي، دول ال6 درجات اللي عملتهم. ممكن بقى نخش على مرحلة التجميع، نجمع دلوقتي ولا نعمل فيديو تاني؟ احنا وصلنا لقد ايه وقت؟ بقالنا تقريبا نص ساعة. طيب هعمل فيديو تاني للتجميع. اوكي، لو حد عنده اسئلة دلوقتي ياريت تسألوني عشان انا هقفل على نص ساعة، وممكن نبقى نعمل فيديو تاني للتجميع لان التجميع هياخد مني وقت اكون وريتكو شكلها النهائي وجمعت معاكم. اوكي، في حد عنده اسئلة؟ هلو هلو، لو عندكم اسئله يا ريت تحطوها في الكومنتس، انا شايفه الكومنتس الحمد لله. الورقه، لو حد عايز يسالني على الورقه، انا عملت الورقه ازاي، جام بيست اخضر وفينر فينر، وعلى فكره انا قصتها بالمقص، ما عنديش كتر بالمقاس ده، ده فينر بتاع فيرست امبريشن تقريبا. اوكي، ده الهايدرينجيا ليف فينر، عملت بيه الورقة دي الخضرة دي، واللون ده تركيب أخضر على شوية أحمر على شوية بني، يعني أنا بقعد أركب الألوان الحقيقة، ما بعملش اللون صريح لأنه بحب تركيب الألوان وتغييرهم كل مرة. بس اهتموا إن أنتوا تعملوا كمية مناسبة من العجينة من اللون، لأنه هنيجي نكرر نفس اللون تاني المتركب ده مش نعرف، أو إن أنت تشتري الدرجة اللي أنت عايزاها بالظبط 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 من الالوان الجل عشان تبقى ثابته معاكي كل مره. اوكي، الفينر تاني اهو، اي جينيريك فينر على فكره هيشتغل، اعتقد كده واضح، اي فينر بتاع اي ورقه هيبقى شغال مش هيقول لا. عملتها ودخلت فيها الواير وسبتها تنشف، انا عاملاها امبارح بالليل. اوكي، في حد عنده اسئله؟ مفيش اسئله، خلاص اقول لكم باي باي دلوقتي، اشوفكم تاني فيديو تاني نجمع فيه.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو حابين تطبقوا يلا توكلوا على الله. هتستخدموا جام بيست، مش هينفع أبدا نستخدم فوندنت و سي ام سي، هتلاقوها بتتكسر وبتتقطم، خصوصا إن هي ليها ورقات رفيعة. الجام بيست والسي ام سي مع بعض هيمشوا على الورد البلدي اللي من غير واير، اللي هتركبيه على الكيك على طول. لكن عايزين نشتغل بقى وردات وفيها واير وتجميع، لازم نشتغل على جام بيست. انا بشتري الجام بيست جاهز، عمايله في البيت مكلفه اكتر بكتير وبتاخد مجهود، اي نعم بتدي نتيجه احلى بس مكلف قوي. فبالنسبه لي انا بشتري جام بيست جاهز. خليكم بالبيت، يا رب تبقوا كلكم بخير، وربنا يعدي الأزمة دي على خير يا رب، ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية بقى، من غير حبس ومن غير تعقيم ومن غير قلق وتنظيف. Stay at home, stay safe.